السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا بكم معايا من جديد وفيديو جديد من مطبخ كرام العالمي. وصفتنا اليوم غتكون ان شاء الله عباره على تورته او طرطه الليمون بالحامض، منعشه حل وقت الصيف، ولهذا ضروري نعملو في حل هذه المسائل هذه اللي كتنعشنا، والمذاق لذيذ ومكونات جد سهله وبسيطه. بقاو معايا مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه لمقادير هذه الطرطه، كما قلت لكم مكوناتها جد بسيطه. كما كتلاحظوا هنايا عندي هنا كيكس ماريا او اي بسكوت عندكم. كاين واحد البسكوت ماريا كيكون شويه غليظ، كيسميوه هنا في اسبانيا كيكون اوخادري، يعني كيكون غليظ شويه، ولكن انا استعملت كيكس ماريا العادي اي بسكوت ماريا، احتجت له 30 حبه. يعني هاد الباكيه هادي تقريبا كامله عملتها في الاخير، كتخليو منها واحد جوج ولا ثلاثه حسب القالب. انا هاد القالب هذا فيه 18 سنتيمتر عفوا. ان كانكم تعملوها في القالب الزجاج الطويل اولا في الكؤوس، بان كانكم تعملوها على شكل طرطه بهذا الشكل هذا. غنحتاج هنايا 400 ملي من الكريمه الخفق السائله اي ناتا بارامونتار، وغنحتاج 160 ملي من عصير الحامض اي الليمون، عصير الليمون اللي كنعصروه مزيان ناتورال طبيعي 160 ملي، معلقة صغيرة من جيلاتين بودرة أو جيلاتين غبرة اللي كتكون طبعا نباتية ماشي حيوانية وحلال. بالنسبة إذا بغيتو هاد عملو في صينية طويلة الزجاج أو لا في الكؤوس الزجاجية فلا داعي للجيلاتين، يعني كناكلوها فحال ياغورت فحال أي ديسير أو تحلية باردة اللي كتكون في الكؤوس. ولكن إذا بغيتو تعملوها كطرطة بحال اللي عملت أنا، ضروري شوية الجيلاتين باش كتماسكنا وما كتجيناش جارية بزاف. غنحتاج 80 ملي من الماء البارد اللي غنخلطو مع الجيلاتين. غنحتاج 400 غرام من الحليب نسلي المحلى المكثف، يعني لاطا اللي كتكون فيها 395 غرام. غنحتاج تقريبا واحد كاس صغير من الحليب ما يعادل 150 ملي اللي غنفزك فيه كيكس اولا غنبلل فيه البسكوت. فهادو هما المكونات، كما لاحظتوا سهله وبسيطه وغير معقده. عطيتكم الاختيارات كامله. اذا بغيتوا تستغنوا على الجيلاتين فانا قلت لكم عملوها في الكؤوس اولا في الصينيه الزجاج اللي كتكون طويله ولا مربعه. اول عمليه غنضيف هنايا داك الماء البارد الماء عادي على الجيلاتين، غنحركها شويه وغنخليها على جنب تقريبا واحد جوج ثلاثه دقائق حتى كتشرب داك الماء. كما قلت لكم نوع من هاد انواع من هاد التورطات اولا الصراحه كيجيو لذادين في الصيف ومنعشين، ودائما حنا كنعرفوا الليمون والحامض كيكون منعش. ان شاء الله ندير معكم الطريقه. اول حاجه غنعمل هنا الكريمه في واحد البول، انا حاولت ما امكن ما نجريش الفيديو ونخليه يعني باش تشوفوا المراحل مبسطه. الكريمه ماشي ضروري تكون بارده بزاف لان هنا ما غنطلعوهاش حتى كتتماسك معانا، يعني خصنا نخليوها قوام كريمي شويه كتكون مرخوفه، ماشي الكريمه كتكون واقفه لان غنعملوا فيها الجيلاتين. غنحاول نطرب الكريمه ديالي بهذا الشكل هذا. ومن هذا المنبر غنغتنم الفرصه وكنشكر كل مشترك جديد في قناتي، كنشكركم من اعماق قلبي، شكرا على اشتراككم في القناه، وكنتمنى ان شاء الله دائما نكون عند حسن ظن الجميع. وفرحانه بزاف بتعليقاتكم بالنسبه للاخوات اللي جربوا جميع الوصفات ديالي لا في رمضان ولا في العيد الفطر، اللي جربوا الحلويات كامله اللي عملت ما شاء الله، كتبوا لي تعليقات هنايا وفي الفيسبوك نجحت له 100% ودعوا معايا. فانا كنشكركم هذا المنبر، شكرا على دعواتكم الصادقه والمخلصه، شكرا لكم. كما كتلاحظوا الكريمه كما قلت لكم ما كنطرباش مزيان حتى كتماسك بصفه نهائيه، مجرد ما كتعطينا واحد الشكل كريمي كنضيف عليها هنايا الحليب نسلي المحلى. بالنسبه لهاد التورته ان كان نعملوها الضيوف ديالنا كديسير اولا كتحليه اولا لوليداتنا، الصراحه كتجي لذيذه ومنعشه. غنضيف هنا عصير الحامض اي البرتقال اي الليمون عفوا، وغنستمر في الخفق حتى كندمج العناصر مع بعضيتها.
بالنسبة للناس اللي كيشاهدوني من مدينة إسبانيا كيقولوا ما كيعرفوش اللهجة العربية، فأنا نفس الفيديو غنزله باللهجة الإسبانية. Voy a grabar el mismo video con la lengua española. كما لاحظتوا طربت مزيان حتى اندمج جات لي العناصر. دابا غنكتفي وغنحاول نزول الماكينه، ولكن غنرجعكم لان كنت غنسى العنصر الاساسي وهو الجيلاتين. كنت غنخلي الطرطه ديالي اليوم بدون جيلاتين. دابا عاد شفتها، دابا غندخلها كما لاحظتوا الجيلاتين. انا غنجبد نوري لكم كيفاش كترجع ملي كنعملوا عليها الماء. بالنسبه للكريمه هذا هو القوام اللي خصني نحصل عليه، يعني قوام كريمي ماشي كيكون يعني متماسك بزاف. اما الجيلاتين اللي كنت غنساها وغنعمل الطرطه ديالي بدون جيلاتين ما وراء الكواليس، فهانتوما كتلاحظوا ملي كتشرب ديك الماء كترجعنا بهذا القوام هذا، كترجع متماسكه عند داخل الميكرووندا تقريبا واحد 30 سيكوند 30 ثانيه كتذوب. من بعد ما ذابت فهاد القوام اللي حصلت عليه، دابا مباشره غنضيف على الكريمه. هذا كما قلت لكم البدا كنتو غتعملوها في نفس القالب اللي عملت انا، وخصكم تجيكم على شكل طرطه فعملوا معلقه جيلاتين. واذا ما كنتوش غتعملوها على شكل طرطه في كويسات او لا في اكواب او لا في صينيه زجاج مربعه فاستغنوا عن الجيلاتين فلا داعي. غنعملوا واحد التحليكه خفيفه باش ديك الجيلاتين كتندمج مع الكريمه. ان شاء الله كنوعدكم مسبقا كنحاول ما امكن نعمل معكم ان شاء الله وصفات صيفيه كالسلطات وبعض الحاجات اللي كنعملوها في الصيف ان شاء الله، فكونوا دائما في الموعد. صافي، من بعد ما اندمجت لي الجيلاتين مع الكريمه دابا غنجيني هنا وغنضيف البسكوت او كيكس ماريا كقاعده. فبالنسبه للتبليل البسكوت كيبقى اختياري، انا كيعجبني نفزقو باش كيجينا من داخل مفزق ما كيجيناش ناشف، فمجرد كنغطسوه ونطلعوه يعني ما كتعداش حتى واحد ثانيه، نغطسوه وكنطلعوه. غنعمل كقاعده لوليه بهذا الشكل هذا. الاحسن اذا كان عندكم داك القالب ديال السيليكونه اللي ملي كنفتحوه داغيه كد يعني الطرطه كتبقى كيكون عنده واحد القاعده فحال التبصيل. ان شاء الله هنا كنفتش عليه باش نشريه. بالنسبه لهاد الطرطات هادو من الاحسن يكون داك المولد ديال السيليكونه، ولكن اذا ما كانش حتى في هذا الحمد لله كتخرج مزيانه. كما لاحظتوا بعد ما غطست البسكوت كامل بهذا الشكل هذا، دابا غنجي وغنعمل شويه الكريمه تقريبا واحد المغرفه كبيره، لاننا خصني نعمل ثلاثه طبقات. نحاول نوزع الكريمه مزيان فوق البسكوت باش كيتشرب ديك الكريمه كامله وكتجي لنا الطرطه متساويه. فغنستمر بنفس العمليه، غنعمل طبقه ثانيه من البسكوت، غنبلل البسكوت بهذا الشكل هذا وغنزله فوق الكريمه. ومن بعد غنكب الكريمه فوق البسكوت، عاود نعمل الطبقه الثالثه. فهذه هي كانت اخر طبقه البسكوت، الطبقه الثالثه غنضيف عليها الكريمه المتبقيه. وغنحاول نوزع مزيان فوق البسكوت. كنتمنى ان شاء الله الفيديو اليوم ينال استحسانكم ويعجبكم وتجربوا هاد الطرطه الرائعه طبعا لعشاق الحامض او الليمون. فصافي، هذه كانت اخر طبقه، وزعت الكريمه من فوق. ماشي ضروري نسويوها مزيان، انا من بعد بغيتو تذوقوها ملي كتبرد.
دابا ندخلها الثلاجه على الاقل 4-5 ساعات او ليله كامله باش كتشبرنا في راسها. فانا دخلتها عملتها بالليل ودخليتها ليله كامله، ولا غدا في الصباح عاد عن نزوقها ونزولها من القالب. فمن بعد ما قازت ليله كامله هذه الطرطه تمسكات كما لاحظتوا. دابا عندنا واحد سباتولا باش كنحاول نزول الحواشي بهذه الطريقه هذه، باش ملي كنفتح القالب ما كيلصقوليش في الحواشي ديالها بهذا الشكل هذا. بنفس السباتولا او الموس او اللي عندكم كيكون شويه مبلل، كنحاولوا ما امكن نعوضوا الحواشي الطرطه بهذه الطريقه هذه كما لاحظتوا. هي داك الكيكس ضروري في هاد الطرطه خصني يكون كيبان من الحواف ديالها. فبالنسبه للتزيين اختياري انا برشت اولا حكيت شويه ديال قشر الليمون وغنزوقو بهاد الطريقه هذه. بغيتو تخليوها بلا ما تزينوها يعني دابا جاهزه للاكل، وقطعت واحد الشريحه ديال الليمون عملتها في الوسط. يمكنكم تعملوا اوريدات بكريم شونتي اولا بكريمه من الجوانب. فهذه هي الطرطه اللي حصلت عليها، طرطه الليمون المنعشه واللذيذه. كنتمنى ان شاء الله تنال استحسانكم وارضاكم. دابا غنقطع معكم واحد طريف صغير باش تشوفوا القوام ديالها من الداخل كيف كتجي. هانتوما كتشوفوا ما شاء الله متماسكه وكتجي لذيذه ومنعشه. فمن بعد ما قطعت معكم هالطريف هذا هو القوام ديالو. كتلاحظوا داك الكيكس اولا البسكوت كيجي على شكل طبقات، والكريمه هانتوما لاحظتوا من الداخل وكتمسك معنا وكتجي رائعه وناجحه 100%. كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم. كنحاول نقرب لكم ونبسطكم الطريقه. هانتوما كتلاحظوا ملي كنقطعوها وكنتناولوها متماسكه تماما وكريمه شهيه ولذيذه بنكهه الليمون. دمتم في رعاية الله وحفظه. ما تنسوا الاشتراك في القناة بالضغط على الزر الأحمر، أبوني واشتراك ولايك أحلى لايك. مع السلامة.